آخر الأخبار المحلية والعالمية، طب، مطبخ، مقابلات حصرية وأحداث أول بأول. شارع الفن دوت كوم، العالم كله بيسمع. بيسمع. ملحن طارق أبجودي نمبر 1 والملحقة الإعلامية زميلتنا أهلا وسهلا فيك. نترك الكلام لمناسبة وجودك في الصليب الأحمر اللبناني لرئيسة الصليب الأحمر اللبناني. نحن قد أطلقنا رسالة الصليب الأحمر اللبناني بمناسبة 8 أيار، وبحضور هذا الجمع من عائلة حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، فإننا نود الإشارة أن غاية ورسالة الصليب الأحمر اللبناني هي نشر القيم الإنسانية وتعزيزها والمساهمة من خلال موقعها بأن تكون معه صوتا وصورة قلبا وقالبا، وبناء لقرار اللجنة التنفيذية في تشرين الثاني 2015 فإننا نسرنا منح الفنانة يارا لقب سفيرة الصليب الأحمر اللبناني للقيم الإنسانية. يارا شرف لي أكيد أكون بيناتكم اليوم وأعين سفيرة القيم الإنسانية، سفيرة القيم الإنسانية للصليب الأحمر. أكيد كمان لأن اليوم المميز هو اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. المؤسسة الإنسانية اللي بتجسد معنى العطاء والمحبة والتضحية. فخورة أن يكون سفيرة لإلكم، وعدكم أنه رح يحمل كل صفات بأمان الله ويكون. بشكر كل القناعين أكيد وكل الأعضاء على رأس الرئيسة السيدة سوزان عريس. شكرا لإلكم عن جد، وبعرف إذا سمعوا ان شاء الله.